ما في شك ان قصص السحر والصحراء كتيرة جدا، لكن اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة هو واحد من ضمن الاساطير. دخل عالم السحر والشعوذة وهو عمره 9 سنوات، زي ما سمعت كده 9 سنوات، وفضل في العالم المرعب ده حوالي 17 سنة بالظبط، وكان تحت ايده 286 واحد من الجن وليعوذ بالله، وكانوا كلهم بينفذوا كلامه من اول كلمة بيقولها، لكن اغلب الحاجات اللي هم كانوا بيحبوا ينفذوها هي ضرر الناس واذيتهم. والسحر ده بيقول ان هو يعتبر اتعامل مع كل انواع الجن والشياطين من كبيرهم لصغيرهم، لدرجة ان هو كان وصل به الحال ان هو بيتعامل مع ملوك وزعماء العالم ده. لكن الصدم هنا ان هو بيقول دخل عالم السحر وهو ما يعرفش ان هو دخله اساسا، لكنه ساب العالم ده بعد ما دخله ب17 سنة. طيب مين هو السحر ده وايه هي قصته؟ السحر ده اسمه حامد آدم، وهو ساحر سوداني من اصول عربية، وهحكي لكم على قصته النهاردة بالكامل. بس مبدئيا كده عاوزكم توصلوا الفيديو ده ل500 لايك، لان صدقني الموضوع ده بيفرق معانا جدا وبيشجعنا في ان احنا نطور المحتوى. وطبعا مش محتاج اقولك تشترك في القناة، عشان لو ما اشتركتش هيفوتك عالم كبير جدا من القصص المرعبة والغريبة. ويلا نبتدي القصة. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد آدم هو من أصول سودانية. أحمد آدم بيقول إن عمره ما كان السحر هدفه تماما، وعمره كمان ما كان يفكر إن هو يدخل العالم ده، لكن الهدف الرئيسي لآدم واللي كان بمثابة حلم ليه إن هو يخرج بره القرية بتاعته عشان يتعلم القرآن الكريم ويكون ولي من أولياء الله الصالحين. يعني زي ما أنت شايف كده بدايته أساسا كانت بداية كويسة جدا، وبيقول إن هو وقتها كان صغير جدا وما كانش يعرف يفرق بين الولي والساحر والخير والشر، وبيقول ان هو كان عمره 9 سنوات لما قرر ان هو يخرج من القرية بتاعته، وما كانش عنده القدرة ان هو يميز بين الحق والباطل زي ما قلنا. فبيقول ان هو كان بيروح لاماكن كتيرة جدا في السودان وخارج السودان، وكمان كان بيحب يقابل مشايخ كتير عشان يتعلم منهم ويكون ولي من أولياء الله الصالحين زي ما قلنا. لكنه بعد ما بدأ يروح من شيخ لشيخ ويقابل اللي يعرفه واللي ما يعرفوش، بدأت الأمور المشبوهة تظهر عليه، لأن أغلب الشيوخ اللي هو كان بيتعلم على أيديهم كانوا من الصوفية، وهنا بقى يبدأ الكفر اللي المشايخ دي كانت بتعلمه للطلبة، لأن هم كانوا بيوهموا الطلبة إن هم هيبقوا أولياء وهيقابلوا ربنا سبحانه وتعالى، وكمان هيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكمان كانوا بيقولوا لهم ان احنا هنخليكم تتكلموا معاهم. وطبعا اللي كان من ضمن الطلبة دول كان حامد آدم. لكن المصيبة الكبيرة اللي كانت الشيوخ دي بتعملها ان هم كانوا بيخلوا حامد آدم يقرأ القرآن، ويقوموا مدخلين ما بين اسطر القرآن كلمات وحروف مش موجودة من الاساس، واغلب الكلمات دي كانت عن اسماء من الجن. ولما حامد آدم كان بيقول لهم ايه معنى الكلمات دي، كانوا بيقولوا له ان الكلمات دي اسماء سريانية، وان الاسماء دي هي اسماء اصغر الملائكة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها عشان يخدموا اولياء الله الصالحين. وطبعا الكلام ده كان كله كذب في كذب، وكانوا بيحاولوا دايما يقنعوه بأي حاجة عشان يفضل مكمل في الطريق اللي هم عاوزينه. وبيقول حامد آدم ان بعدها بفترة في شيخ من المشايخ جاله وأمره أمر غريب جدا، والأمر ده هو ان هو هيقعد في أوضة لوحده لمدة 40 يوم من غير ما يكلم حد ولا يشوف حد. والصادم هنا ان هم طلبوا منه اول ما يدخل الاوضه دي يقلع كل الهدوم اللي هو لابسها، يعني بمعنى اصح يكون عاري تماما. لا، وكمان طول فتره الاربعين يوم دول هيشرب ميه وهياكل 3 حبات تمر في اليوم وبس، ومش هيحط اي حاجه تانيه في بقه. لكن المصيبه هنا كمان ان هم قالوا له ان هو لازم يختار ايه عشان يكررها كل يوم بالمقلوب، وهيفضل يكرر الايه دي طول الفتره اللي هو قاعد فيها في الاوضه. وده طبعا زي ما احنا عارفين يعتبر تحريف لكلام الله عز وجل. وبيقول ان الكلمة اللي هم طلبوا منه ان هو يقولها بالمقلوب في الوقت ده هي كانت بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا له في الوقت ده، وفضلوا يوهموه ان هو لو عمل كده هيدخل في اجواء تحضير الملائكة واللي هم هيكونوا خدام ليه بحسب تعبيرهم، واللي فات ده كلكم واللي جاي ده كوم تاني خالص، لان هم المرة دي طلبوا منه وليعوذ بالله ان هو يصلي وهو عاري تماما.
يعني شايف يا عزيزي المشاهد الكفر وصل معاهم لإيه؟ وطبعا الناس دي كان فيه هدف في دماغهم عاوزين يوصلوا حامد آدم ليه بأي شكل من الأشكال. وطبعا زي ما انتوا عارفين دول ناس لا عندهم لا دين ولا ضمير، يعني انا بصراحة كده مش شايف أمر من ان هم يخلوه يصلي كل صلواته عريان. والمفاجأة اللي انا نسيت اقولها كمان ان كان فيه بعض الصلوات بيطلبوا منه يصليها من غير وضوء، يعني بصراحة كلمة كفرة على الناس دي قليلة عليهم. المهم ان حامد آدم في الوقت ده بيقول ان الشيخ اللي كان بيدرسه عرف يقنعه ان في اليوم الاخير في واحد هيجي ليه وهيكون هو ده الملك المسخر عشانه. وطبعا حامد آدم في الوقت ده كان مستغرب الموضوع جدا لكنه كان متقبله. وفعلا في اليوم الاخير في واحد حضر لآدم، وكان ده من ضمن احد ملوك الجن. وطبعا هم كانوا مفهمينه ومأقنعينه في الوقت ده ان ده الملك اللي متسخر عشانه. حتى في الوقت ده حامد آدم بيقول ان هو كان فاكر اسمه، لان في الوقت ده كان اسم الملك ده سهسهوب. وطبعا زي ما انتوا شايفين الاسم غريب جدا ووراه كوارث وبلاوي كتيرة، لكن المفاجأة هنا ان حامد آدم بيقول ان الاسم ده هو اللي كان الشيوخ بيحطوه بين اسطر القرآن. وحامد آدم بيقول ان الملك ده لما ظهر له قال له ان هو المسخر عشان يكون خادم ليه. وطبعا زي ما قلنا ده كان ملك من ملوك الجن. ومن هنا بدأ آدم في عالم السحر والشعوذة بكل أشكاله، لدرجة ان مكانة آدم بين الصوفيين كانت كبيرة جدا، لدرجة ان هم كانوا بيقولوا له ان ربنا هو اللي خلق سهسهوب ده عشان خدمتك انت وبس. وفي يوم من الأيام راح لحامد آدم شيخ من الشيوخ وقال له عندي ليك بشارة سارة جدا من الله عز وجل. والله الشيخ ده بيفكرني بالدواعش مش عارف ليه. المهم ان الشيخ ده قال له ان البشارة اللي انا بقولها لك دي هتغفر لك من ذنبك، وقال له ان البشارة دي ان ربنا انعم عليك بنعمة ان انت تكون ولي من اولياء الله الصالحين. وركز بقى معايا هنا وشوف بدأ يقول له ايه. بدأ يقول له ان ربنا سبحانه وتعالى رفع عليك كل التكاليف الشرعية، وانت الان ما انتش مكلف باي حاجة بالعبادة. لا، وقال له كمان ان انت انتقلت من العبودية للحرية. والله انا في عقلي كده مش عارف اوصف الشيخ اللي هو بيكلم حامد آدم ده غير بان هو ابليس من كتر الاعمال البشرية اللي هو عاوز حامد آدم يعملها. المهم ان حامد آدم بيقول في ليلة من الليالي الشيخ ده قال له بص للسماء واذا كنت شايف حروف ابجدية قول لي. وفي الوقت ده حامد آدم فعلا بيقول ان هو كان شايف حروف ابجدية مكتوبة على السماء بخط كبير جدا، وكانت بدأة من اول السماء لحد نهايتها. وفي الوقت ده الشيخ سأله وقال له انت شفت زيها قبل كده؟ وطبعا حامد آدم في الوقت ده قال له لا، وان هو اول مرة في حياته يشوف حاجة زي كده. فعشان تعرف ان الشيخ ده فعلا بيفكر بدماغ ابليس، قال للحامد آدم في الوقت ده ان اللي انت شايفه ده هو اللوح المحفوظ. وحامد آدم في الوقت ده ما كانش عارف يقرأ اللي مكتوب على السماء. ولما قال للشيخ ان هو مش عارف يقرأ الكلام ده رد عليه وقال له ولا يهمك، بعد فترة مش كبيرة هتعرف تقرأ الكلام ده كله. وقال له كمان ان في حاجات لازم تطبقها عشان تعرف تقرأ اللي مكتوب ده. لا، وكمان كان عاوز يفهمه ان هو لو ما كانش ولي من اولياء الله ما كانش وصل للدرجة او المرحلة دي ابدا. ونيجي هنا بقى للشروط اللي المفروض حامد آدم ينفذها عشان الجن اللي متسخر له يسمع كلامه. اول حاجة ان هو يذبح حاجة لغير الله، يعني بمعنى اصح كده يذبح قربان ويقدمه للجن. لا، وكمان قالوا له ان انت اول ما تيجي تذبح القربان ده لازم تكون بتعض على حاجة معدنية، وده عشان ما يقولش بسم الله او يقول الله اكبر. والمصيبة هنا كمان وليعوذ بالله ان هو ياخد القرآن ويحطه في الحمام. وكمان من ضمن الشروط دي انه ما يصومش رمضان، وممنوع منعا بتاتا ان هو يصلي صلاة العصر ويصلي بقية الفروض كلها بس من غير وضوء. ونيجي هنا بقى لما بدأوا يدخلوا آدم في المواضيع التقيلة، كان الشيوخ دول بيقولوله ان هو لازم يكتب بعض الآيات بدم القربان اللي هو بيذبحه، وان هو كمان لازم يجيب القرآن وليعوذ بالله للمرة التانية ويحطه في أماكن مش طاهرة. لكن حامد آدم بيقول
بيقول هنا ان هو ما كانش بيرضى يطبق الشروط دي كلها، لانه في الوقت ده كان بدأ يشك في الموضوع. وبيقول حامد ادم ان هو ما كانش طبق غير شرط واحد بس، وهو ان هو يفطر في رمضان، وكمان ما كانش فطر الا 3 ايام وبس. وكان الشيوخ في الوقت ده بيفضلوا يقنعوا في حامد ادم ان هو لازم يطبق كل الشروط دي، وده عشان مكانته تكبر عندهم ويوصل لمرحلة أعظم. وحامد آدم بيقول إن هو كان جاله فترة ووصل لمرحلة كبيرة جدا عندهم، والمرحلة دي اسمها مرحلة القطب. وبقى حامد آدم في الوقت ده قطب من ضمن الأقطاب الأربعة، وأصبح وقتها من الناس الكبيرة والتقيلة في العالم ده. طيب نيجي بقى بعد كده لتوبة حامد آدم، وده طبعا بعد ما اكتشف إن اللي كان بيعمله ده كله غلط فغلط، وإن ده بيغضب ربنا سبحانه وتعالى. بيقول حامد آدم إنه في مرة من المرات جاله شخص وقال له إن في بنت هو بيحبها وعاوز يتجوز منها في خلال يومين، وإن هو لو ما تجوزش البنت دي هيقتل نفسه. وطلب منه حامد آدم في الوقت ده إن هو يعطيه اسم البنت واسم أمها وصورة ليها، وإن هو بعد كده يروح ويعتبر البنت دي عادت من نصيبه. وبيقول حامد آدم إن هو بعد ما عمل السحر ده عرف تاني يوم إن البنت دي وأمها طلعوا يجروا ورا الشخص ده وهم بدون ملابس تماما. والمنظر ده بالاخص كان يعتبر احد اسباب توبة حامد ادم. وبعدها تفاجأ حامد ادم ان في واحد من اصحابه راح له وطلب منه حل لمراته وبنته، وده لان مراته وبنته كان حد عمل لهم سحر. وحامد ادم في الوقت ده اكتشف ان البنت والام اللي هو عمل لهم سحر دول يبقوا مراته وبنت صاحبه ده. وفي نفس الوقت الرجل ده ما كانش يعرف ان اللي سحرهم هو حامد ادم. في اللحظة دي بالذات حامد آدم بيقول إن ضميره صحي، وقرر إن هو يضحي بنفسه ويروح يفك السحر ده. وفي اليوم ده بالذات قرر آدم إن هو يبعد كل البعد عن السحر والشعوذة والدجل، لكن طبعا الجن ما كانوش عاوزين يسيبوه في حاله، وفضلوا يهددوه ويقولوا له إن مش من السهل خالص إنك تخرج من العالم ده، وإن أنت لو فكرت تخرج وتسيبنا هنأذيك وهنبهدلك. بس طبعا في الوقت ده حامد آدم كان عارف كل نقط ضعفهم، يعني بمعنى أصح كده تقدر تقول إن هو كان ماسكهم من إيدهم اللي بتوجعهم. وبعدها حامد آدم فضل محافظ على أذكار الصباح والمساء وجميع فروض الصلوات والأدعية، وبالأخص صلاة العصر، عشان هو كان عارف إن هم ما كانوش بيحبوا حد يصليها. وفعلا حامد آدم رجع شخص كويس من أول وجديد، وحاليا هو عايش في دولة السودان. وطبعا حامد آدم يعتبر النهاردة من ضمن الناس اللي بتحارب المواضيع دي، ودي كانت قصة أكبر أسطورة من أساطير الصحراء والدجالين في دولة السودان. وبكده نكون وصلنا للنهاية، أتمنى يكون الموضوع ده عجبكم وما كنش طولت عليكم. وفي الختام أتمنى منك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان هتشوف هنا أجمد وأغرب القصص الغريبة، وأشوفكم على خير الحلقة الجاية، والله الموفق والمستعان، والسلام عليكم ورحمة الله.